صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 81 لسنه 2023 بتعديل الماده الثانيه مكررا من القرار رقم 56 لسنه 2022 باصدار الاشتراطات التنظيميه للتعمير بمختلف المناطق في مملكه البحرين وذلك بناء على عرض وزير الاسكان والتخطيط العمراني وبعد موافقه مجلس الوزراء